وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية الله الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل
صدق الله العظيم. ما شاء الله.